إلغاء سيد رئيس الجمهورية للقانون عدد 38، القانون مسمى بقانون التوظيف الاستثنائي في الوظيفة العمومية. نعرف أن هذا القانون ربما كان ينقصه فقط أمرا ترتيبيا حتى يفعل هذا التذكير، كان يهم من طالت بطالته من 10 سنوات، وكذلك يضم حالات استثنائية، يعني إذا كان ثم أكثر من خريج داخل نفس العائلة ولم يشتغل منها أي شخص يعطوهم الأولوية، وكذلك حتى في ذوي الإعاقة. اليوم رئيس الجمهورية ألغى هذا القانون اللي كان هو نفسه يعني أمضى عليه، و مقابل ذلك يعد الشباب بحلول جديدة وأفكار جديدة. كيف ترى ذلك؟ قانون 38، هذا القانون معناتها لغز القانون. القانون هو أرسل تنسيقياته لمطالبة الحكومات البرلمان والحكومة في تمرير هذا القانون، ثم انقلب على قانون هو من كان وراءه يعني. وهذا في حد ذاته معناتها عمل لغم منفجرة في وجهه، لأنه توا الناس معناتها فاقت بالخديعة الكبرى اللي هو قيد الحياة. وفما شفت حتى واحد من التنسيقيات تاع 38 كيفاش يحكي لي، فما زوج بنات قالوا له معناتها كي دخلوا قالوا له عندك اغتاظ منهم، لانهم قالوا له الحقيقه قدامه معناتها في بعض معاونيه. لما يتكلم رئيس الجمهوريه على التقشف، يعني نعرف سياسه التقشف، هو مثلا كيف يجيبوها ديما البنك الدولي والصندوق النقد الدولي كل شيء، اون غوبلاس با موظف على اثنين يمشي للريتريت، ما تنعوضوش مثلا تجميد الاجور، معناتها ما عادش نزيدوا في الاجور، ممكن ياسر بيع بعض الشركات الغير مربحه للخواص، اشياء مثل يعني. قانون 38 يقول انه ادخال ناس جدد للوظيفه العموميه، وهذا ما يتمشاش مع سياسه قيس سعيد اللي مبنيه على يعني برا عامل صندوق كيما تحيا مصر، صندوق ما تصبح على مصر بجنيه، هو باش عملنا تصبح على تونس بدنوس. يحب يلم الفلوس مع الناس، وكان عمل النداء للتوانسه في الداخل والخارج، ونعرفوا اللي هو المال اللي راهو عصب الحرب. قيس سعيد كل مره قاعدين معناتها يشوفوا له في زرارة معناتها تاع دوباج باش يدوبيو الانقلاب نتاعو معناتها شرقا وغربا عبر اساليب ملتويه لايصال الاموال، فما يقدرش يعمل هذايا القانون 38، ولا ينجم يجاوب على مطالب بتاع الشعب التونسي، خاصة انه نعرف انه راهي الحروب قام لفتح الاسباب، والسلم ياتي للازدهار والنهضة الاقتصادية. قيس سعيد داخل في حرب مع الجميع، داخل في حرب تكسير عظام وسط الدولة، فلا يمكن ان ننتظر منه لا استثمار ولا تشغيل ولا شيء. يتحدث عن الشركات الاهلية، الشركات الاهلية هي تمشي في سياق فكر قيس سعيد. شنو هو فكر سياق قيس سعيد؟ يعني كما عبرت عليها هي بداية الحركة الصهيونية، بدات بديكيبوتس معناتها بشركات اهليه كما هكايا، وبعد حطوا فيها الهجانة لتغيير هيئه الدوله اللي هي دخلوا معناتها على وقت الانتداب البريطاني، وخذوا فكوا فلسطين بقوه السلاح. انا بالنسبه لي الشركات الاهليه لا تقل خطرا على الكيبوتس اللي عملوه الاسرائيليين بتغيير هيئه واختطاف ارضنا الفلسطينيه، ارض القضيه العادله لكل الانسانيه ولكل العرب والمسلمين وحتى غير العرب معناتها. فهذه الشركات الاهليه، وسمعنا معناتها المستوى نتاع الخطاب نتاع احداث قيس سعيد يقول لك مثلا مش نعملوا مش نبيعوا دانتون، ودانتون نجيب من عشنيه كذا، يعني ما عندهم حتى نصيحه نتاع دوله، يعتقدون ان بشركاتهم الاهليه ممكن تسير دوله. تسير دوله يعني راهو قطاعات موجوده في الدوله قاطره مثلا تنقل الفوسفات، هذيك تسوى مثلا 2 مليون قروض فقط الراس نتاعها، ما عندهمش نصيحه نتاع الفلوس. فوزارة النقل مثلا مش مطالبة انك تربح منها، لكن هذيك تاع السيرفيس باش تربح منها من شراء اخرى، لما تولي معناتها تسهل على الناس وتسهل باش الناس تجي تستثمر في البلاد. كيف زاد قطاع التعليم توفر لسوق الشغل، لازم يكون مرتبط بسوق الشغل، توفر سوق الشغل من باب الكاليفية، ناس معناتها قادرين، المان باور الناس قادرة انها تشتغل في الاشياء هذه من المشاكل تاع تونس، اللي سوق الشغل لا يتماشى مع الجامعه التونسيه، ومش ثم ارتباط معناتها مفكوك بيناتهم. ف كيفاش باش يصرفوا على التعليم بالتندون وبالشركات الاهليه، وكيفاش باش يصرفوا، خاصه احنا شفنا انه هو ممكن لو يغتاظ ويتعارك مع شيء يمشي في التامين. يعني نحن لن نسيطر في تونس على ثرواتنا الباطنيه، عندنا مكبين
الاتفاقيات وكل شيء. قيس سعيد لم يتراجع في تلك الاتفاقيات مبدئيا حتى يضع سيطرته. شفنا الناس كيف هو ما حبوش يمشيوا في المشاريع نتاعو باش نتكلم من هنا الخارج، انه شو اسمه عبد الناصر لما ما حبوش يمولوا سد النهضه راح امام قناه السويس. قيس سعيد كان يقدم القدام، ممكن ياسر ياخذ خطوات مثل هذه باش يكمل المشروع نتاعو. المشكله هنا نعرف اني قلني سلاحك من اين ياتي سلاحك، انا نقول لك حرب من ستخوض. يعني هو تو لهنا ولا قاعد على ذلك قاعد يكسر التحالفات التقليديه لتونس، لان نعرف تونس يعني حليف لامريكا للنيتو من خارجه، فسلاح التونسي هو سلاح تاع النيتو. فقيس سعيد لهنا على ذلك يعرف يعني المشاكل نتاعو مع الدول الخارجيه، لانه يلزم سلاح اخر ينجم يمشي به مشروع يحطه على ارض الواقع. ان شاء الله ما ينجحش في مشروعه، لان تونس معناتها مصيرها انها تكون تقوى من وسط العالم الحر. تونس لازم تكون في نادي الديمقراطيه. تونس راهي كي تطيح البحر راك تلقى روحك تلقى روحك في الزرد ولا في نابل ولا في سوسه، مش معناتها باش نوليو كيما فنزويلا ولا باش نوليو كيما ايران ولا باش نوليو كيما ليبيا القذافي. شفنا انه هذوما الدول الفاشله هذه الكل معناتها اللي تكتب باسم العروبه وتكتب باسم النهضه الصهيونيه وتكتب باسم كذا، هي دول معناتها كله هذا كله كذب وبيع للمفلسين يستعملوا القضايا هذه. في هو السيد رئيس الجمهوريه في حمله انتخابيه كان واضح قال يعني تطبيع خيانه عظمى. اليوم استقبل السيد حمود عباس لم يصرح باي ما يوحي برفضه لتطبيعه. هو تو تعامله مع الفهرات في تونس يشبه التعامل نتاعو مع الفريق، واحنا نعرفوا اللي خرج باش يفضح نبيل القروي بين الدورين واري بن مناشي. يعني مش يحب الشعب التونسي يعني بمناشي باش يفتح لنا نبيل القروي، يعني كانه يحب قيس سعيد يطلع. وعباس شفناه كي يبكي معناتها في موت شمعون بيريز، عباس يقول لي ما الذي ابكاك، ابكيت ام حاولت ان تتذاكى؟ فعباس معناتها زميم المطبعين اللي معناتها كي يقدس التنسيق الامني مع اسرائيل، لا يمكن ان نخطب وجبه وخطابات نتاع التطبيع وخيانه عظمى والقضيه الفلسطينيه. لكن قيس سعيد مغروم جدا بجلد الذات، هو يجلد نفسه، هو يجيب مطبع ويقعد يخطب على ضد الصهيونيه، ويجيب ناس فاسدين ويقعد يخطب عليهم في مقاومه الفساد يرجع بالجرادي فساد صلاح امن وقد جبل الجراد على الفساد، يجيب ناس معناتها يقوض الحريات ويقول لنا العصفور خرج من القفص ولن يعود، يجيب يعني كل الكلام اللي قال في الحمله الانتخابيه بتاعه نحسه. وقعدت كان الشعارات، وعلى ذلك انا ديما مستشهد هو قاعد يعادي في الناس الكل. فهو عاد حتى الناس اللي تعاون فيه تويكا وهم تو فهموا تقريبا وبداوا يدوروا عليه، على ذلك هو مشي ضد قدر عبد الكافي. فهو قعد له كان التهديد والبلاغه، يحاول بالبلاغه انه يوصل كذا، في خطابات ظاهره وخطاب موجود. فانا باش نقول له كما مسلم الخراساني لما كان يجمع البيع في كل الشعب التونسي انه باش نتصداو للهدايا لازم نكون صف. كيفاش صف؟ صف ان كل واحد فينا خارج ضده على حاجه، لكن لازمنا الثقه في الوثيقه نرجعوا الى نرجعوا المجلس كما قال رئيس المجلس احب من احب وكره من كره لفتره انتقاليه باش من بعد نغيروا القانون الانتخابي نعملوا بستابيليتي باش نطلبوا من الشعب التونسي صاحب السياده انه يعاود يختار. هذا هو المطلب. وشنو هذا الجاي كما كان يعمل ابو مسلم الخراساني يقول اجمع يرفض البيعه لمن ترضون من ال محمد، يعني يحب يقول لا قال الفرع الطالبي ولا قال العباسيين ولا قال ابناء الحسن ولا ابناء الحسين. وكان لما كتبون جواب الامويين وهو باش يرجع كان يقود هو من العامه لم يكن معناتها من الشرفاء، يعني اي واحد ينجم يكون قدام معناتها في التخطيط وكل شيء، مش معناتها باش نجيب واحد نقول معناتها هذا هو قائدنا وملهمنا ما عندناش شيء. هذاك نحن نصف ضد الانقلاب باختلافنا كتونس جنينه معناتها ومليانة بالازهار، فكلنا جنينه هذه لازمنا نقفوا ضده مع بعضنا صفا، بعد اختلافاتنا نحلوها في الصندوق. فهو قال له ما حسيت اسطار البلاغه دي وانتهى عليك في الغابي من كل جانب. ان شاء الله ان شاء الله يعدل خطاب الاتحاد العام لتنسيق الشغل، يعدلوا خطابهم كل الاحزاب، يعتبروه 25 جويلية انقلاب، لانه بغير ذلك ما نجموش. اذا وصفناه انقلاب فنجم نشوف الحل، نجم نشوف في عزل الرئيس، لانه يعني هذا اذا لم يعزل سيكون شرا على الجميع. اليوم يستعملك كما تعمل مثلا التيار الديمقراطي وحركه الشعب، وغدوه يتنكر لك
وكيما استعمل اجهزه الدوله بعد لوحهم، وكيما يستعمل حتى الكتاب بتاع سيدنا عمر وهو شيعي. فهذا الانسان معناتها يكذب اكثر مما يتنفس. ولما تقول لي معناتها نحترم مقام رئاسه الجمهوريه ونحترم الجيش التونسي ونحترم، لكن هذا منقلب، واذا صنفته انقلاب فانا لا احترم المنقلبين.